مع السلامة الأول. أهلا بيك يا فندم، وكل سنة طيبة، وشعب الأهلية ومصر كلها بخير. حضرتك بقى أول يوم عودة للعمل النهاردة، قولي بقى يعني حضرتك الفترة الجاية ناوي على إيه، أو الخطط الجديدة اللي والله يا بتجهزها؟ فندم النهاردة كان يعني أول يوم عمل ليا بعد فترة انتهاء الحجر الصحي في البيت 14 يوم. الحمد لله كان في النهارده مجلس محافظين، السيد رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين، التعليمات بتاعت الفترة الجاية والاهتمام بتداعيات فيروس كورونا، ونحاول إن احنا نخلي الناس نطبق الاجراءات الاحترازيه، التباعد والكمامات، زائد المشروعات الاستثماريه على مستوى المحافظه ومتابعتها، بحيث عجله التنميه والشغل تفضل شغاله على مستوى المحافظه ومصر كلها ان شاء الله. حضرتك خرجت من تجربه فيروس كورونا والحركة تعرضت له ايه؟ والله يا فندم يعني تجربه يعني مش هقول مريره ولا حاجه، لكن تجربه مرضيه زي اي حد في الدوله اصيب بالمرض، ويعني التزام بالتعليمات بتاعه الصحه وبتاعه المديريه والوزاره، وانك تمشي على البروتوكول وتتبع التعليمات، يمكن اول طريق الشفاء. لكن التطنيش، الناس تطنش الاعراض وتقول اصل انا يعني سخن شويه وهخف، اصل انا تعبان شويه وهبقى كويس، ده غلط. بمجرد الواحد يحس ان عنده اعراض يعني يبدا ياخد البروتوكول اللي طبقا للتشخيص بتاع الصحه عشان يبقى الشفاء اسرع يعني. اخيرا رساله للمصاب كورونا او اللي دخل على فتره يعني التخوف والقلق، تحب والله يا فندم ابدا ما فيش لا خوف ولا قلق ولا حاجه، هو يعني مرض زي بقيه الامراض اللي في الدنيا، الناس تبقى عزيمتها قويه وتاخد راحه وتتغذى كويس وتتبع البروتوكول اللي وزاره الصحه عاملاه، هتلاقي في الاخر ربنا شفاء من عند ربنا، زائد طبعا دعاء الناس لينا، وربنا يعني ما يجيب حاجه وحشه لا حد، لا في الاهليه ولا في مصر كلها.